تتوقع فيه سر لشهرتك؟ نعم، والسر أنا قد قلت لكم يا جماعة كثير، هذا جلتش في الحياة، بر الوالدين. والله يا جماعة جلتش، أمك ترفع عنك خلاص، يعني أبوك أرضي وكذا، بس ركز على الأم. الأب برضو، بس إن الأم هذه هو لازم الجلتش. كيف يمجي إنك ترضي الأم كثير كثير، بعدين الأب شوي بعدين ترجع أمك كثير، هذا الجلتش كذا يضبط. يعني والله هذا توقع السبب. أنا صح يعني شخصيتي والله من أسطوري وذا الكل يتفق على هذا الشيء، بس إنه يعني الأم هي الأساس.